عاش من شافك يا رحيم. منور يا حلمي. ده نورك، نورك يا شيخ فايز. والله ليك وحشة كبيرة قوي يا شيخ فايز، بس معلش بقى، القرب منك هيزعل الحكومة. الله يبعد زعلها وخيرها عنا وعنك يا ابني. اللي بالحق يا شيخ فايز، انت مزعل الحاجة هدايا ليه؟ الحاجة هدايا هي اللي مزعلة حالها. حذرتها ما تشتغل مع أولادها دول، لأنهم الحكومة قطراهم وهم لسه عظمهم طري، مشيت ورا دماغها وادي النتيجة. ما احنا جايين برضو عشان نصالحكم على بعض يا شيخ فايز، وبعدين يعني مش معقول هنيجي لغاية هنا ونرجع بإيدنا فاضية. السيارات اللي كانت محملة البضاعة ملهاش قطر، الحكومة دورت عليها في كل مكان ما في فايدة. وفين قصاصين القطر؟ الحكومة ما خلت ولا واحد إلا ولفت إبو المنطقة كلها، وبرضو ما في فايدة. أيوة يا شيخ فايز، بس برضو الحكومة ما تعرفش تجيب اللي أنت بتجيبه. شوف يا رحيم، الصحراء هذه لها أصولها، واللي ما يمشي عليها تبلعه. ما احنا جايين لك لحد عندك اهو. انت عارف يا رحيم البضاعة دي تمنها كام؟ انا مقصودش الفلوس طبعا. شوف يا شيخ فايز، اي حاجة الحكومة عايزاها وبتدور عليها ما تتقدرش بمال، والحاجة لازم تدفع تمن انها ما سمعت الكلام. بس الست ما ادالك ايديها ايه؟ والمثل بيقول ايه؟ اللي ما تحتاجش وشه النهاردة مثالك بكرة بتحتاج لقفاه. يا ترى من يعيش البكرة؟ ربنا يديك طول العمر يا شيخ فايز. ايه رايح لكم ساعتين، هنتحرك على الفجر. قلت لك في ابيات، في ابيات. قول يا عم قول. مساء الفل. مساء الهنا. ساعة كده وهنبلغ الإدارة عبل لما ترجعوا بالبضاعة المطلوبة. لا رايح فين؟ أنت هتفضل معايا هنا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة. ده كان اتفاقك مع رحيم؟ معلش، في شوية لبش كده في المينا، فأنت هتفضل معانا ناخد ونس بعضينا لحد ما العربيات ترجع بالسلامة، ولا تحب بقى أخلي العربيات قبل ما تتحرك ترجع المخازن تاني وهو نوفر بنزينها؟ بص يا معلم، لما تتفق مع رحيم السيوفي على حاجة هتتعور قوي قوي لما ترجع فيها. يا هشام اجهز. ماشي يلا يلا يا عمنا. يلا رجالة نجهز بسرعة. بطل بقى. عبودة الاخبار؟ والله انا مش مطمن، عربيات داخله وعربيات خارجه، مش فاهم حاجه. بص يابا، انا مش هتحرك الا لما افهم ايه التيتا. طب فتح لي دماغك معايا يا عبود. ماشي. انا جاي بالعربيات الفاضيه صح؟ ماشي. رحت المينا حملتها بالبضاعه السليمه. امين. وانت في عربياتك هنا البضاعه المضروبه. جميل. حلو قوي. احنا هنبدل البضاعه المضروبه بالبضاعه السليمه، وناخد احنا البضاعه السليمه وارجع بالمضروبه على المينا. ايوه الله يفتح عليك. خير على فكره. يلا معانا. يلا بينا. وصلوا؟ تمام تمام تمام. العملية شغالة يا عماد بيه. العملية لسه هتبدأ.
أنا نفسي عماد أشوف الواد هشام وهو بيتعسر قدام عيني. إن شاء الله لما أروح السجن بأزوره. بطي يلا يا رجالة بقى والنبي. اتفضل ابو كمال. قال لك ايه بقى؟ قال لك شيك في اليد خير من بضاعه باير. كلها خساره يا مدي. خساره ايه بس؟ انا مديك ربع ثمن البضاعه. بعدين كده كده الحكومه كانت هتقفشها وتروح عليك خالص. احمد ربنا الخساره قال. يا راجل الخساره كلها اهي. هي دي الخساره. سيد خسر كل اللي حيلته ولسه بطل. خليك قدوتك بقى. رايق قوي انت يا عم حماد. ايه انت شيل الشيك في جيبك ليه؟ عايز ترجعه؟ انا خايف من رحيم. اشمعنى؟ اكيد هيعرف ان انا اللي ورا المغرس ده ومش هيسيبنا. وبعدين؟ بعدين ايه يا عماد بيه؟ ده رحيم. انت ليه حاطط ايدك في ميه ساقعه كده؟ انا بحب الميه الساقعه جدا تصدق؟ جري يا عم عماد تعالق الراجل ليه؟ انت خايف يعني ان رحيم يفهم ان ده مغرس؟ سهله. احنا بقى نقلب عليه الترابيزه. عارف هتعمل ايه ولا اقول لك؟ لا. بص يا سيدي، انت تروح له وتمسك في خناقه وتقول له بضاعتي فلوسي شقايا وتشد قوي في الموضوع ده. ده هيخيل عليه؟ هيخيل وهتشوف. بس اتقل انت عليه خالص وما تكلموش نهائي لغايه ما نشوف هو هيعمل ايه. حلال عليك يا عم كيمو، اي جنيه تطلع بيه منه. ماشي يا كمال؟ ماشي تمام. قطامي يا سيدي. ألف مبروك يا كمال. ايوه هشام. ايوه يا رحيم. ايه؟ الحكومة هجمت علينا يا رحيم. انت بتقول ايه؟ انا هربت. مسكوا عبودة. مسكوا عبودة والرجالة. اعمل ايه يا رحيم؟ ما تطلعش على القصر. اطلع على الحاج حدايق. ايوه اعمل زي ما بقول لك. انا هكلمها دلوقتي. بسرعة قلنا يا رحيم بسرعة بسرعة. فيه الحكومة عملت كبسة على هشام وعبودة بس هشام فلت. يا نهار اسود. طب ده احنا لازم نرجع بسرعة. هنرجع نعمل ايه؟ خلاص اللي حصل حصل. انا قلت له روح استخبى عند الحاج حدايق. خلينا نخلص الشغلانة اللي احنا جايين لها دي. ايوه حاجة معلش اسف صحتك من النوم.